شايفه ايه كاميرا؟ كنت عايز دبيبه بسالكم. يعني عندك اكلت بس مرتب هذا اول مقلب بيمر علي بحياتي. بس بعتبره انه مقلب كثير حلو كثير ظريف. بس والله العظيم حلوين. انا هغني انفوت في الموقف الحلو كمان. بس انا شوف المخرج هنا الموضوع ده اكلنا اول مره جت الدار في حياتي. لا لا اعوذ بالله ما قلتها. يعني سمعك هو نغمة راس الضويق قال لي خاف خليه جميع غريب على وجهه. يعني لا 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 المدخل لا 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 مدري من الفات هاني كويس سمعني انا شوي. ايوه ارتاح. ايه ما ما شوي وصليهم لا وجيت مو عصير طبولة. هلا عن جد امي ما 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 يعني معلش انا عندي طبيعة خاصة. معلش يا سريع خليهم. انا ممكن اطلع صوتي عالي. طبولة شاي ارتاح. طبولة ما ما عليها دي. سوري انا 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 كنت بقول لك انه انا والله انا حتى لك انا حتى الملحنين اللي بتعامل معهم هيك بعمل فيهم يعني هذا حسب العمر. سوري انت شوف انا لقط منك يعني ما تفكر اني ما لقطت. انا واثق بس انه طبعا حبيبي وش علامك قطع عني سلامك. حبيبي وش قدامه لانه انا لقطتهم وما حبيت اقول لك لا بكره عشان تقول انه ها مش ذكيه مش لقطت اللحن. شوف يعني اي شيء من الكورد عن الدو سان كورد درجه اقل سمع الغنيه. انا الكورد احسن اكثر شيء يعني بالليل. طيب سمعني عندي اغنيه انا عارف كثير طبعا اخذت عليها بالاماره افضل صوت حلو في البرنامج حق التلفزيون هلا في الامارات باذاعات الامارات كلها اخذ باذاعه امارات ابو ظبي اف ام اخذت افضل صوت عن عام 98 وقتها. طيب اسمع تقول أغراب وش قد هوينا مكتوب بيكون أغراب أغراب لولا التقينا مو حق نقول حباب أهواك لكن يا ولفي مقدر لغير تكون جواي هوايا أخفي ونعيش نعيش أغراب مثلاً. والله أتمنى من قلبي في حبات لاقي الأمان واني أشكي ولم قلبي يا ريت حبي مكان تاري
لغير تصير تاري جدل تاري مصير وكنه لغير تصير أغراب أغراب. أنا مش عارف من بدر إنزل منيح يعني. حلو حلو. هذا الجو ما هو يعني حسن مو على مقام ما هو على. أي شو مقام هاي؟ مرحبا. يلا انتبهت انتبهت له لما قابلني والله اقول لك انا عندي فنانه من صوت جميل وحفيظه يعني هويده. ليش؟ مش معقول. ايوه طيب اقول لك ارسل لي الايقاعيين. شوف ما حد ما في ايقاعيين يجيدوا الجو حقنا غير من بحرين. ترسل لي الشباب. لا تروح تجيب لي من هنا ما سيبك من الطبل هذا اللي نص البرميل ذا والشغل ذا ما ينفع. هلا هلا هلا. شو عملنا؟ معترض شوي على حاجات كذا. هذا المخرج. شوف اذا معترض علي انا ما عندي بروبلم. لا 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 يا خاسة من حضرته عشان يعترض؟ انا اللي اختار الاصوات. والله ما بحب ضايق اي حدا ما بحب افرض على حالي على اي حدا. والله اذا بيعترض فاعتقد انه لم يستوعب امكانياتك. انت فنانه وصوت جميل. مين المخرج؟ مخرج كمان بقول عشان لا لا والله انا بقى. هو يقول يعني له وجهه نظر بس يقول لي لا لا قول. على فكره انا سامع الحديث لك اني انا مش معلش سوري منك. انا بنت كثير ذكيه عندي دان بنت حرام يعني سوري ما علي اعذرني. انا سامع الحديث يعني فشفتني سكتت ما حكيت ولا كلمه. لا هو معترض على انه يعني واحده وكفايه من الاغاني. انا ما عندي استعداد اقدم صوت جميل في اغنيه واحده وانا العمل ده حتى عم اقول لك سوري من حضرتك. انا اخذ اغنيه من فريد البريكي وسالم سيف الخالدي. اخذ اغنيه هلا اخذ اخذت مراتب الاولى بالخليج وموزع لي اياها فوليد فايد. هلا حاعطيك كاسيت واسمع الغنيه بتقول مضيع نصفي الثاني متى بلقى ويلقاني متى شمس الهنا تشرق وتمحي ليل وجداني مضيع نصفي الثاني وتمحي ليل وجداني مضيع نصفي الثاني بعدك هدي لي حالي طفالي قناديني بعدك هدي لي حالي طفالي قناديني تعبت اعزف مواويلي على قيثارة احزاني مضيع يا سلام الى اخره. رجاك ما جابت شيء هذا يمكن مو جديد والله قسما بالله. لا طيب ثواني حط ايدك. ايوه سخن ايوه. انا فكرت انها خمتنا في الزحمه كذا وجابتها لا لانه لا حرام لا ابغى ما بعرف اكذب على فكره. انا لو على قطع رأسي لا انا اتكلم عنها. انا ما قلت انت حرام. انا ما قلت انت تكذبين. حرام هي حرام. انا ما قلت انت بتكذبين يا هويده. فك بعرف. انا قلت انك كذابه؟ لا الحين تقولي انت ما بكذب. والله ما قصدي انت. انا اقصد سكرتير البنت انا اقصد سكرتير. انت شو قلت لي هلا انه انا بنت رقيقه واحساسي عالي؟ عالي جدا. اوكي انا فنانه سان البنت. بس انا ما قلت انت كذابه. ما انا بعرف ده انت تقولي هي يعني والله ناسف جدا اذا قلت لك انه والله ما اقصد والله ما اقصد. اللهم صل وسلم عليك. انسى الموضوع بعدين الله يصلح حالك. طيب اوكي اتفقنا على الاغنيه. المخرج طبعا معترض على انك تغني لنا اغنيه واحده بس انت سيبي الموضوع ما فرقت معي. بدك اياه انت مثل ما بدك انت. انا خايف اقول لك لا على راحتك اروح برا. لا لا برا والله العظيم انت انكسر الافكار. فشلتينا فضحتينا مع حب الله. اي واحد يجي يطلب عصير يطلب شيء اعطيه. خلاص كرم عينك. انت فهمتي شيء من كلام الاخوان دول؟ اي قالت لك خلص تكرم عينك. يعني ايش؟ يعني خلص اوكي صلى على النبي وهي تحت امرك هيك قصدك؟ والله تاخذي الموضوع تاخذي ضحك ولا طيب فنانه زي ذي لو ما شربت الشاي راح قالت والله رحت لا ضيفوني ولا شفت اي شيء. يلا حقك علي يا معلم.
وانت حضرتك بس بطلب منك طلب، تفضل. بس تسجلوا الاغنية التوزيع والهي والامور. لا بتجي تركبي صوتي. ايه بيجي انا يوم 25 شهر بكون بالشام. يعني التقديم انت مين في مذيع معين تبغين؟ بس يجي الصبي منصلي على النبي. اي صبي؟ بس يجي وقتها، بس انا بدك اول شيء نسجل الغنية. والله انت قلبك ابيض بشكل غير طبيعي. انا اللي حقدمك على المسرح، انا مختار. لا بس نسجل الغنية بالاستديو اوكي، بس حط صوتي على التوزيع الوقت اللي كل حارس محلي، صح ولا لا؟ حلو، بس انا برضه مصر ما يقدمك على المسرح لان انا عناد في المخرج هذا. على راسي المخرج هذا ما هو مقتنع. انا بثبت له اني انا وزعت واخرجت مسرحيا وقدمت هويدا لاني مقتنع فيه بامانه، بعيد بغض النظر عن اي شيء. انت صوت خطير مهم وصوت حفيظ يعني. تسلم. اعزائي المشاهدين، سعدنا في حلقه من برنامج بدون طلب إن استضفنا نجمة من نجوم الأغنية العربية، الفنانة هويدا. نجمة وذن موسيقية جميلة جدا، صوت جميل، وإحنا سعداء أنت كنت ضيفة معنا برنامج اسمه بدون طرب. أثقي تماما أنه كل اللي تبغينه حيصير بالشكل اللي تبغينه.